انت شايف الدنيا زحمه وداخل كابس. مشاهدين ومتابعين موقع صدى البلد، اهلا بحضراتكم. احنا الان داخل قريه نشلة تبع مركز قوم حماده لنقل طبعا حدث غرق ترعه، غرق معدايه في ترعه الرياح. طبعا القوات الانقاذ النهري ما زالت مستمره في البحث عن الجثث. هو حتى الان تم انتشال جثه وتم برضو انتشال 2 مصابين. طبعا دول اهالي الضحايا. يا حب اللي راح منه يا بنت، يا خرب ده العمر كله يا بنت. خلاص يا خرابة، خلاص يا والدي، يا حاسس ده على النهارده يا والدي، يا ملك يا خرابنا يا عطلنا بك يا رب، قضى عليك يا رب يا حبيب يا والدي، يا ابن اليتيم يا والدي، يا عمري يا عمري يا حرمنا يا عمري يا عمري ايه الاستغاثة؟ قولي الاستغاثة. يا خرم انت بعتيه عشان يا خرم استغاثة للغواصين؟ الغواصين. طيب الاهالي هنا يا جماعة بتستغيث، عايزين غواصين اكتر علشان هنا بيقولوا سرعة الرياح ممكن تخلي الجثث تنتقل بسرعة. 4 غرب وطلع واحد. ماشي. تمام. طبعا اسر الضحايا متواجدة منتظرة آملة في ربنا ان طبعا الجثث تطلع او المصابين تطلع. طبعا احنا عندنا كمان فرق الانقاذ موجودة، وفي كمان غواصين متطوعين. اجواء مليئه بالحزن. بدأت الواقعة امبارح في تمام الساعة 2 في منتصف الليل. طبعا المعدية كانت محملة طبعا بسيارتين وست أشخاص. كان في بداية الواقعة كان في مؤشرات انهم 10 أشخاص، ولكن بعد البحث اتضح انهم 6 أشخاص. تم انتشال اول سيارة من تقريبا ساعة ونص، وبعدين في عربية تانية بيتم برضو دلوقتي انتشالها. ديت المعدية. انا بص اعمل لي استغاثة للغواصين، دخليه معاك يلا استغاثة بقى للغواصين. يلا بس يلا. ايوه ماشي على الاول. احنا دلوقتي معانا أسر الضحايا ومعانا أهالي القرية ومحتاجين استغاثات، وبرضه هناخد شهود عيان على الواقعة عشان نوضح أكتر تفاصيل. عرفني بنفسك. أحمد حلمي الشيشيني من قرية النجيل. طيب الأول كده قول لي تفاصيل عن الواقعة. تفاصيل ان هو المعديه كان عليها عربيات، طبعا الحجم تقريبا او الوزن كان تقيل،
فحصل اللي حصل ده، وفي 8 دلوقتي غرقة ولسه في ناس ما طلعتش كتير. فاحنا بنناشد الغواصين اللي شايفيننا يا ريت يجوا يساعدونا، علشان حتى المنظر بتاع الاهالي دواتي والناس اللي قلبها محروق ديت، ففي جثث كتيره في الميه لسه ما طلعتش. فرجاء الناس تساعد معانا، واللي يعرف يعمل اي حاجه يعملها. احنا في قريه دمشلي مركز كوم حماده محافظه البحيره، معديه هيات على الطريق قدام حضرتك. ورجاء اي حد غواص قريب مننا او من البحيره او من اي مكان والوقت متاح ليه ان هو يجي دلوقتي يساعد معانا في انتشال اي جثه يا ريت. حضرتك كانوا بيقولوا ان السبب ان في عربيه تم انزلاقها. حضرتك هي المعديه ديت اللي رابطه الشارع بالغرب، تمام. واهالي اهالي المناطق دي كلها هي اللي عايشه، لما اتنا لنا كلنا لنا اراضي والكلام من ده، وبناتنا متجوزه هناك والكلام ده كله. المعاناه ده احنا بنعاناها كل يوم والتاني، دي مش اول حادثه ولا اخر حادثه، ولا دي البدايه ولا دي النهايه، تمام. حضرتك كل مره بيجوا بنشوف نفس الموقف، عربيه لسه عارفه وعلت يعني حدث قبل كده مليون مره، مش دي مش اول مره ولا اخر مره. واحنا اللي بندفع الثمن، كم من غرق عندنا مش هنعد، مش هقول لك. حضرتك راجع التاريخ كده وانت تتفرج، خط الساحل ده كله كل يوم، لا مش الاستغاثه حضرتك، كل يوم. طب بس انا اتكلم بقى، كل يوم نفس الوضع ده، تمام. البشوات البهوات رؤساء المباحث كانوا قاعدين في عربياتهم، تمام كده. لا ما تحسبش حاجه، كانوا قاعدين في، وانا صورتهم بالفعل، وجي رئيس المباحث خد مني التليفون ومسح الصور، تمام. ما نزلوش من عربياتهم. انا مسجل المحافظ دلوقتي اللي احنا محتاجينه دلوقتي غوصي. في تقصير 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 تقصير. في حاجه اسمها دول اسمهم ايه؟ اسمهم فرق انقاذ. لا دول فرق موت. اما الحادثه الساعه 1 بالليل ولسه لغايه دلوقتي، وحضرتك لو بتشوفي الاهالي هي اللي بتربط العربيات واللي بتطلع، مفيش خالص. الونش اللي جاي يشيل اصلا الغيارات بتاعته متقطعه، ومعاش غيارات خالص. فين دور الحكومه؟ مفيش. كم مره علينا من الموضوع ده؟ مفيش خالص. حد بيسمع ولا حد بيجيب؟ مش حضرتك الاول صحابات تنزل والموضوع يتكرر تاني وتاني. طبعا في هنا غضب، لان طبعا المكان ده تقرر فيه الحادثه. ابني راح فين؟ انا بقول في تقصير من يا طاهر والله. ربنا يرجعه بالسلامة. ما زال عمليات البحث مستمرة. هات الوش العطل ده اللي بتاعت قطعته. الوينش؟ العطل الغير اللي بتاعت قطعته. اللي هم واحدين. الساعة 12 بالليل بحكم وش عطلانة. يعني الوينش اللي طلع. استغاثة بوش كمان طلع المعطل. طبعا الأهالي هنا بتستغيث إن يبقى وجود وينش تاني عشان الوينش الأولاني عطل. هو جاي كده للسان، قال لك انا نزلت ولقيت اتنين في الكابينه بتاعت العربيه، ما عرفتش افتح الباب اطلعهم،
قال لي واجب كان يربطهم في العربيه لما كانت العربيه طلعت كنا طالعوا فيها، انما ازاي هو ينزل ويشوفهم تحت وما رضاش يعمل حاجه ولا يربطهم في الكبير، يربطهم اي لحد، يربطهم في اي حاجه، يربطهم في العربيه. لازم كوبري هنا حاجه، انتوا محتاجين كوبري. كوبري هنا المسافه الطويله من كفر داوود لغايه الطريه اكتر من 30 كيلو، مفيش كوبري، حرام كده. وكذا كذا مره المعدات تهرب، مفيش وضع كده. هنا هنا متوازن هنا سبب الترعه دي. كل شهر لازم كوبري، دي مش اول حادثه، ما كملش ده اول معدات، ده كل فتره حادثه والناس ياما اتكلمت فيها. ده في غريب، واثنين وثلاثة وعشرة ومية. الموضوع اللي بتحصل الحوادث دي، خط الساحل ده موت ناس كتير بسبب المعدات دوت.